شفت شيء غريب، السؤال ودي اتعلم يعني، هل الدجاج يغسل؟ صدور الدجاج في الطبخات تغسل؟ ايش؟ صدور الدجاج تغسل؟ صدور الدجاج تغسل؟ ايه. انت اللي انت شيف؟ لا انا اسف، انت شيف معلش، ما دام انت وصلت للملعب اللي بدك اياه، صدور الدجاج تغسل؟ تغسل وتنشف. انت بس تغسل جاربني. تغسل وتنشف. اه؟ تغسل وتنشف. ليش؟ ليش بس قل لي ليش؟ معلش لحظة يا حبيبي معلش، انت سألتني أول شيء السؤال إلي؟ السؤال إلي؟ لا لا سؤال جميع بس لا لا خلي لي علي يستر عرضك، أنا عم بستناك. لا 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 إلي إلي لا. تعال اسألني تمام علي علي سؤال. شيف 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 محمود أبو سلطان، في شيء يغسل وشيء ما يغسل. برافو عليك، شيء يغسل شيء يغسل شيء ما يغسل. في طبخات في طبخات تحتاج غسيل وفي طبخات ما تحتاج غسيل. شفناها بالبيتزا كذا وكذا، شفناها بالبيتزا عندكم. ما عندنا دجاج بالبيتزا. لا لا طلع الباذنجان مو مغسول، بس هيك طلعوا من الكيس وحطوا قطعوه. اوكي ما يخالف، بس خليك بحالك ما حبيبي. اسمع اسمع لك، اذا عم تحكي على الدجاج انت بس مشان اعطيك هيك معلومه، احنا بدي استفيد. انا بدك تستفيد مو بهالسؤال مو بهالطريقه هي حبيبي. ايه؟ تقل... اول شيء على مين انت علقت؟ حتى لو كان على فريق يا حتى لو على فريق حامد حامد اسمح لي الشيف على اعصابه الحين. طبعا طبعا يا حبيبي، عندي عندي واحد من اولادي الغاليين لازم تراعي حبيبي. عراسي عراسي كلكم والله لازم تراعي نفسيته الشيف. اسفين اسف واحد من فريق ابو سلطان. اسف اسف معليش اسف. لا 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 خلي خلي بيجي. اسف حاسر. لك يا اخي بدي استفاد منك، انا بدي استفاد منك بس مشان نحكي. اليوم صارت عندي قصة بالاستديو مع الشيف حامد. أنا هذا الشخص بحترمه وبحترم المهنة اللي عنده، بس خانه زكاة هو بسؤال ما كان لازم يسأله على التلفزيون لسبب واحد، إنه في أعداد كبيرة من الشيفات رح يسمعوا، وهذا الشيء بيقلل يعني بيقلل من قيمته قدام الشيفات. عرفت كيف؟ سؤاله كان جدا يعني بعيد عن سياق المهنية. فحبيت أنا فعلا، أنا في عندي شغلة ومعروف عني إنه موضوع الشغل أو المهنة خط أحمر بعيدا عن المهنة، قد ما كان يعني في روح المداعبة، بس أما كمهنة ما في مجال إنه واحد يلعب فيها، لأنه أي كلمة أو أي معلومة بدك تحكيها على التلفزيون عرفت كيف رح توصل لناس كتير. وأنا ما بدي يعني لا أخفف، مع إنه هو مو من فريقي، بس أنا فعلا من حبي للشباب كله حبيت انه ما اقلل من قيمته هو قدام الناس، لانه هو حكى شغله هو عم يحاول انه مثل استفزاز يعني كانت للشخص اللي كان عم يتسابق اليوم، وفعلا زعجتني هي الكلمه، مشان هيك رديت عليه يمكن باسلوب شوي قاسي، بس انا بعتبره يعني مثل ابني يعني مو اكثر. هذا البرنامج برعايه